مدينة المعرفة جاء أبو محمود، طاح السهم في شهر 7 وصل حتى مستويات 11.44 هلل، ومن 11.44 ما شاء الله. هو من فين سقط؟ دائما قيعان نوفمبر كانت بداية السقوط، هذا كسر 100 وكانت 100 عند مستوى 14.96، قول 15 ريال، هذه 14.96 وطاح منها السهم ل 11.44. طيب اللي تعلقوا هنا جاتهم فرصة انفكت التعليقة؟ جات، طلع السهم في شهر 8 دق ال 15 ريال، يعني اللي تنكبوا في شهر 5 و6 انفكت تعليقته. رجع السهم طاح مرة تانية وصل 11.77، ارتد اليومين الماضية صار قريب 13.5، وصل 13.32 هللة تقريبا، مقفل السهم 12.52. فلنفترض انه في واحد متعلق قريب 15 14.5، كم خسارته؟ قريب 10% في 6 شهور 5 شهور. معقولة ما عدل؟ معقولة ما ضارب؟ معقولة بقي عليه ب 15؟ اقل واحد يعني جلس في السهم وباع واشترى فيه، أنا متأكد متوسط الآن 13 ريال. أنا أتكلم عن واحد عاقل، لا إنه من الناس اللي تخاف إذا طاح السهم، هو بيلعب في المرحلة دي اللي فيها بربسة في 5 شهور الماضية ما بين سقوط في 9 وصعود. طيب كم متوسط الآن؟ أقل شيء متوسط 13 13.5. كم خسران؟ ريال. إيش ريال؟ هل ريال بالنسبة في عالم الأسهم خسارة في 5 شهور كمتوسط تداول؟ هذا اللي أنا قاعد أتكلم عليه من أول، إنه أغلب الناس الخسرانين واللي شايفين أرقام جديدة ومتأثرين في السوق الأيام دي، العيب فيهم مو في الأسهم، لأنه اللي قاعدين في نفس الأسهم يبيعوا ويشتروا فيها أمورهم طيبة، يعني ما هم متضررين مستقرين، بس اللي حاطط يده على خده وما بيشتغل وما بيستفيد ممكن يكون هو اللي ايش تعبان مع الهاتف.